سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، ها نحن بباب كرمك واقفون، وبحبلك الشديد مستمسكون، وبعروتك الوثقى معتصمون، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، سبحانك يا أمان الخائفين، يا ذخر المعدمين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة الناصعة،
التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.